إن حد قال عليك كلمة ظلم ما تخافش، ربنا يدافع عنك. إن حد ظلمك ربنا موجود. إحنا بنصلي برضو في مزمور قبل كده، الرب يحكم للمظلومين، وقلت لكم المزمور ده كتير. أفواه المتكلمين بالظلم تساد. كنيسة في قرية من قرى الصعيد، وبعدين في تسبيحة 7-4 كان يعني بيبقى ليها شنة ورنة في الصعيد، فبيرنوا الجرس للعشية بقى وبداية التسبيحة. العمدة كان غير مسيحي، وكان عنده المأمور بتاع البلد بيزور العمدة، مأمور المركز، فسمع الجرس فقال للعمدة، قال له انت سايبهم كده يعملوا اللي هم عايزينه، ايه الجرس ده؟ ما فيش حاجة اسمه الجرس يترن في الكنيسة في البلد. فالعمدة قال له طب اعمل ايه؟ قال له ابعت هات القسيس ده وقول له ما تضربش الجرس ده. فراح الغفير، راح للعمدة، راح لابونا القسيس اسف، قال له يا ابي معلش العمدة عايزك. قال له روح قول له لما ابونا يخلص صلاة يبقى يجي لك. راح له تاني، يا عم العمدة عايزك. قال له لما اخلص الصلاة هجي لك. تالت مرة ابونا قال للغفير ده، هو العمدة عايزني ليه؟ قال له عايزك علشان ما تضربش الجرس بتاع الكنيسة. قال له قول للعمدة مش هتسمع الجرس تاني. الراجل أصيب بطرس في ودانه وما سمعش الجرس تاني. الرب يحكم ايه؟ للمظلومين. أفواه المتكلمين بالظلم تسد. في آية في سفر الجامعة معزية جدا، فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما، والأعلى فوقهما. أنا بقول لكم القصص الواقعية دي علشان نطبقها في حياتنا، عشان تشوفوا ربنا وعمله. أحد الأساقفة في سوهاج كان مسؤول عن دير من أديورة، في الدير الأحمر والدير الأبيض والكلام اللي أنتوا عارفين. فالمنارة بتاع الدير بعد الزلزال اتصدعت وهتقع. فالأسقف راح للمحافظ يقول له يا سيادة الباشا المنارة هتقع، عايزين نهدها ونبنيها لأحسن لو وقعت على ناس هتموتهم. قال له ما فيش حاجة اسمه الكلام ده، انتوا تتلككوا عشان تبنوا. فالأسقف يعني إيمانه كان قوي جدا، قال له شكرا سعادة الباشا مبسوط. قال له الله انت يعني ما أوحتش ما اتكلمتش. قال له لا، أصل احنا عندنا آية في الإنجيل بتقول فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. قال له يعني ايه؟ قال له ربنا موجود. وبعدين الشهر والتاني والتالت والمحافظ اتشال، وجاي محافظ تاني مسك البلد، راح له الأسقف تاني. بس الأسقف كان صديق للمحافظ ده قبل ما يكون محافظ، كان مدير أمن ساعتها. قال له سعادة الباشا المنارة متشرخة وتقع. قال له يا سلام يا أنبا فلان، عايز تعمل منارة؟ قال له خليهم اتنين. خلي بالكم ربنا حي وحاسس بينا وبيك وبيكي وبينا كلنا.